لو الحكاية فيها إن فيجو فأنا بأكله حرامي حرامي ما أكل مرسي. لا هو دوعت اللي حسني عمله في 30 سنة مرسي عمله في سنة، فأنا بقول له أنت صعبت عليا. اتضررتي منه قبل كده؟ ايوه كتير. احكي لي ايه في الموقف كان معاكي؟ كسروا لي دراعي وفي محمد محمود وبهدلوني، ركبت 8 مسامير و6 شرايح، فتحوا جنبي خدوا شريحه، لسه ركب مفصل في دراعي اليمين اللي نبني من مرسي. اللي عمله مرسي في سنه حسني، اللي عمله حسني في 30 سنه مرسي عمله في سنه واحده. شلنا دكتاتور جبنا فرعون، احنا شلنا دكتاتور جبنا فرعون، هو صعب عليا، جبت له الفطار، هو جوعنا. عبد الناصر